سؤال للجميع، هل المستحيل مخلوق من خلق الله؟ سؤال آخر، هل رأيتم المستحيل بالعين المجردة؟ طيب مين خلق المستحيل هذا؟ مين اللي خلاه في وجوه ناس كثير؟ مين خلقه ولبسه فقدان الأمل؟ مين أول شخص استخدمه؟ وليش سماه مستحيل؟ عندك تساؤل وفضول وأنا بجاوبك عليه ورح أرضي فضولك. المستحيل يا عزيزي هو التوقف عن الوصول لشيء وعدم الاستمرارية في المثابرة. دامك توقفت عن المحاولة اعرف أنك راح تهدم على نفسك من جديد. دامك توقفت عن المحاولة اعرف أنك قاعد تفقد أملك في حلمك. قاعد توصل للمستحيل، قاعد تخلي المستحيل يتجرأ عليك، قاعد تخلي المستحيل صديقك، قاعد تخلي المستحيل واحد من أهلك. إذن المستحيل كلمة من صنع الإنسان، ما في شيء مستحيل ما دمنا مؤمنين وداخلنا أمل ومستمرين بالمحاولة. إن الله يعطي أصعب المعارك لأقوى جنوده. يعني الله سبحانه وتعالى لما يعطيك شغلة معينة أو لما يبتليك بابتلاء معين أو لما يصيبك بمصيبة معينة أنت قادر عليها. يعني استحالة الله سبحانه وتعالى يعطيك شيء أنت ما تقدر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل مشكلة تقع عليك لها حل، وكل مصيبة تأتيك لها فرج. كل حزن، كل هم، كل غم أنت قادر على تحملهم وقادر على أنك أنت تخرج من هذه المعركة منتصر. لابد أنك تتحط في بالك أن كل هذه المصائب والمشاكل والمصاعب اللي تأتيك في حياتك تأتيك عشان تقويك، ما تأتيك عشان تهذبك، لا بالعكس عشان تهذبك. اتيني عشان أنا انتصر عليها وأكون إنسان صعب هزمه بسهولة. أصلا أنت إنسان صعب أنك أنت تهزم. النجاح مش سهل شباب، النجاح مش سهل. لو النجاح سهل كان العالم كلها ناجحة. بدك تتعب وتشتغل على عقلك، تتعب وتشتغل على جسمك، تتعب وتشتغل على عملك، تتعب وتشتغل علاقتك مع الله، تتعب وتشتغل بكل إشي. حتيجي أمور غصب عنك هتكسرك، وهيك ربنا بيعلمنا إنك أنت تنزل في المصاعب عشان تتعلم وتطلع. كيف حيصير عندك خبرة؟ لازم تتعب عشان تتعلم. كيف حتحس بالصحة إذا ما مرضت؟ كيف حتشوف النور إذا ما بتعرف شو الظلام؟ لما يصير هذا الداون، لما سوق الأسهم يطيح، لما أنت تتعب، لما أنت مش قادر، لما أنت خلاص حدي مش قادر، كيف أنت ترفع نفسك؟ لأنه ما حدا في الدنيا حيرفعك. أما لما أنت تاخد زمام أمورك وتعرف أنك أنت مسؤول عن نفسك دنيا وآخرة، وأنت اللي بدك تعمل وأنت اللي بدك تسوي وتتحكم في نفسيتك صح، ليكون الفلتر تاعك صح لكل الستيمولس، لكل المحفزات اللي بتيجي عشان يصير ردة فعلك صح، والديفولت سيتنج تاعك السعادة، حياتك حتنقلب للأفضل رأسا على عقب بإذن الله. فشباب كله بالتكرار. ما تقول أنا ما عندي ثقة في نفسي. عندك بلان، عارف أنت وين، عارف حالك أنت وين رايح، عارف شو الوقود اللي معك. ابدأ جرب. ما حتكون رائع من أول فيديو، ما حتكون رائع من أول أسبوع في البزنس، ما حتكون رائع بأول أسبوع عم بتحاول تزبط علاقتك بأهلك، ما حتكون رائع في أول أسبوع عم بتحاول تزبط جسمك، حتتعب أولها، ما حتكون رائع أنك عم تصحى كل يوم على الفجر، ولكن الثقة موجودة، التكرار مش موجود. فما تظلم حالك، ما تقول الناس اللي ما عندها ثقة موضوع نفسي عميق 1-2% من البشرية، من البشرية. ربنا أعدل وأرحم بكثير من أنه يخلق 50-60% من المجتمع ما عنده ثقة بالنفس. لا، ما في تكرار كفاية، فبدك تكرر الإشي بدك تعمله. شباب تحت الجبل ببين كبير وخطير ومستحيل أنك توصل فوق، وحيخليك تستسلم 100%، ولكن أول ما تبدأ تحاول يوم بعد يوم، خطوة بعد خطوة، حتوصل للقمة هذا الجبل. ولما توصل لقمة هذا الجبل حتطلع من فوق على منظر رائع، وحتشوف قمم لجبال تانية أنت حابب تطلع عليها. حتعرف قوتك، هتعرف قديش ثقتك في نفسك وبربك بتخليك توصل للي انت بدك اياه. هتقدر تستمتع من فوق بشغلات كتير اكتر ما كنت شايفها انت قبل. هتشعر بالفرحة بطريقة غير طبيعية، وكل مشاعرك الخوف اللي كانت عندك ومشاعر الاستسلام وعدم القدرة فجأة سبحان الله بتصير مشاعر فخر، مشاعر انجاز، مشاعر انه يا اخي انا والله كنت بقدر، ما كنت عارف ان انا بقدر. وهاي هي المشاعر اللي بتواجهنا لما يكون قدامنا في هدف حابين نوصل له. مرات ما بنحاول، بنستسلم، بنقول انسى يا اخي، ولكن اول ما نبدا ونوصل للقمه بنشوف الاهداف الثانيه اللي قدامنا وجماليتها من فوق، بنقول خلينا نكمل ونعمل اكثر. شباب بدون اهداف ما في حياه، ما في حياة. يعني ما في بالضبط زي مباراه كره القدم بدون اهداف. شباب بدون اجوال، بدون هاي الثلاث خشبات، شباب وعالم وجمهور ومصاري وأهل وأصحاب ومجتمع، وانت بتصحى من النوم ما في هدف. صعب شباب، متعب الموضوع. حتى لو كان هدف بسيط اني اصحى في وقت معين هذا هدف، بس ما تشتغل حياتك بدون أهداف شباب.
ومش مهم شو اللي بتحققه، مش مهم شو، المهم انت مين بتصير بس تحققه. زيك زيجلر: It's not important what you achieve by achieving your goals, it's important who you become when you achieve your goals. مين بتصير انت؟ شو بتصير؟ كيف اخلاقك؟ شو بتعمل؟ شو عم تعطي؟ شو عم بتسوي؟ كم جمعت؟ لمين اعطيت؟ شو سويت عشان تكون فخور بحالك باذن الله. يا رب انت اكبر من الحظ، واكبر من هذا التعجيز، واكبر من هذا التعقيد، واكبر من هذه البعثرة. اختر لي ولا تخيرني، واكفني من شتات العقل وحزن القلب وحيرة النفس، وارزقني طاقة بها أعيش.